الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: دائما ما تحلم بخيانة زوجها. الحمد لله، هذا من الشيطان، يريد أن يحرش بينك وبين زوجك، فلا تأبهي بمثل هذه الأحلام الشيطانية والرؤى الإبليسية، فإن كثيرا مما يراه النائم مما يوجب العداوات والبغضاء وتفرق الأواصر واتهام الناس. غالب هذه الرؤى ما تكون من إلقاء الشيطان على القلب والعقل والروح على نوم الإنسان، فعليك إذا رأيت مثل ذلك أن تتبعي في مثل ذلك السنة، وهي أن تتعوذي بالله عز وجل من شر ما رأيت، وأن تنقلبي عن جنبك الذي كنت عليه، فإن رأيتيه على الجنب اليمين فتعوذي بالله وانقلبي على الجنب اليسار، والعكس بالعكس. وإن قمت وتوضأت وصليت لله عز وجل ما تيسر، فهذا خير على خير ونور على نور. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المسلم العدالة، والمتقرر عند العلماء أن الناس يؤخذون بظواهرهم، فلنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر، فلا يجوز لك قبول هذه الرؤى والأحلام الشيطانية، ولا يجوز لك اتهام زوجك بمثل هذه الرؤى، ولا التلصص على أحواله، ولا تجعليها مشكلة تحتاج إلى حل، بل اجعليها من جملة تحريش الشيطان، فإن من أعظم مقاصد الشيطان بعد الشرك بالله عز وجل تفريق الأواصر، تفريق البيت الإسلامي. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما فعلت شيئا. حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. فتفريق البيت الأسري من مقاصد الشيطان العظيمة، وله طرق خبيثة في تحصيل ذلك المقصود له، من جملة ذلك أن يري الزوج خيانة في المنام، خيانة زوجته، أو أن يري الزوجة في منامها أن زوجها يخونها، حتى يبعث في قلبها الشك والأوهام والخيالات الفاسدة، فتتلصص على جواله وتتتبع أحواله، فإذا علم الزوج بذلك غضب عليها وطلقها. فيضحك الشيطان على سذاجة عقل هذه المرأة حيث صدقته في تخوينه لزوجها. فتعوذي بالله من الشيطان، وأخرجي ما في قلبك على زوجك، واتق الله إلا أن ترى شيئا بعينيك. وأما مجرد مثل هذه الأحلام والرؤى فإنها من إلقاء الشيطان وتخييله ووسوسته، فتعاملي معها بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، من أن تبصقي عن يسارك ثلاثا، وأن تتعوذي بالله عز وجل من شر ما رأيت، وأن تنقلبي على جنبك الأيمن، عفوا على جنبك الآخر، والله أعلم.